والمتابعة مزيد من الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح بينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل عوض الغنام. عوض، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى هذه الساعة، تفضل. نعم، نبدأ بالمشهد. العمليات العسكرية منذ أقل من 3 دقائق كنا نسمع بشكل واضح وجلي للغاية انطلاق الصواريخ التي كانت تحملها الطائرات الإسرائيلية العسكرية صوب جنوب رفح، وكان ذلك بشكل كثيف للغاية في هذا التوقيت، وتستمر العمليات العسكرية في طول القطاع وعرضه. وربما الأرقام التي تصل حتى إلينا الآن بالنسبة لعدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر، هذه النقطة الأولى. أما عن النقطة الثانية الخاصة بالمساعدات، لم تدخل اليوم أي من المساعدات على الأقل حتى هذا التوقيت، وبالأمس كانت المساعدات قليلة للغاية إذا ما قارناها بالأيام التي تسبقها. أما غدا فهو معلوم يوم السبت دوما هو تغلق فيه المعابر الإسرائيلية، فلن يسمح بدخول أي من هذه المساعدات، وتحديدا هو نتحدث عن المساعدات التي كانت دوما تدخل، هو الوقود والمواد الغذائية، والتي بات الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة في أمس الاحتياج إليها حسب توصيف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، في ازدياد المأساة الإنسانية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، ويشارك فيها المفاوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي تحدث بالأمس على أن هناك مأساة حقيقية، وأن الآمال والطموحات منذ ستة أشهر كانت تتحدث عن اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، الآن بات يعني البحث عن هدنة ولو ساعات محدودة، ولكن للأسف حتى الآن هذا الحلم لم يتحقق. لكن هناك آمال محدودة للغاية بشأن هدنة إنسانية قد تكون بعد غد يوم الأحد ولمدة 3 أيام، وسيتم تقسيمها زمنيا ومكانيا على اعتبار أن يكون هناك يوم في شمال قطاع غزة والآخر في وسط غزة والثالث والأخير في جنوب قطاع غزة، لإعطاء فرصة للأطفال ليتناولوا الجرعات الخاصة أو الجرعات الخاصة بالعقار أو يعني التعامل مع شلل الأطفال في ظل تفشي الأوبئة داخل قطاع غزة، والذي يمثل هو السبب الرئيسي حسب توصيف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية. وكذلك مسؤول منظمة الصحة العالمية قال بأن هذه الأيام الثلاث لن تكفي بأي حال من الأحوال إذا ما قارنا ذلك بعدد الأطفال داخل قطاع غزة والذين يفوقون عن 600,000 طفل، وهو وقت قياسي أو قليل للغاية. نحن نتحدث عن بدأ من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 عصرا في ظل استمرار هذه العمليات العسكرية، مع العلم أن في وقت التوقيت الذي تكون في هناك في هدنة محدودة ستستمر العمليات العسكرية في الجوانب الأخرى. ومع انهيار النظام الصحي سيكون هناك استحالة شديدة للغاية لوصول هؤلاء الأطفال وزويهم إلى هذه الأماكن أو التجمعات التي سيتم الإعلان عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن النظام الصحي داخل قطاع غزة قد تهاوى بشكل كبير للغاية. على كل حال، في الخدمة الإخبارية القادمة سيكون لدينا معلومات أدق عن الخريطة التي ستعلن حول انتشار هذه الوحدات الصحية أو التجمعات الخاصة بالأماكن الخاصة والحصول على هذه الجرعات، خاصة بأن النسبة الكلية لم تصل حتى الآن، هم يتحدثون فقط عن 60% من الجرعات قد دخلت من منظمة اليونيسف منذ عدة أيام، لكن هناك أمل ربما اليوم أو غدا يسمح بدخول هذه الجرعات المتبقية نحو 40% من منظمة اليونيسف والصحة العالمية والسماح بدخولها إلى نحو قطاع غزة. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. حور، تفضلي لو لديك أي تساؤل. جزيل الشكر لك الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل.